بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنكمل اللي هو solutions of contact lens. هتكلم اليوم شوية على enzymatic cleaners، وهذه أحدث صيحة في عالم تنظيف العدسات اللاصقة. بيقول لي in form of tablets يعني ايش؟ اقراص containing an enzyme are dissolved in either saline or distilled water to remove denatured protein deposit from the surfaces of the contact lens. يبقى احنا نجيب القرص بتاع الانزيم نحطه اما في saline او في distilled water مع مقطع، تلقائي بالمحلول هذا بدوب هو. الان هو مهمته هذا انه يشيل البروتين المترسب على اللي هو ايش سطح الكونتاكت لينز. يعني ثبت ان الانزيم تعرف ان الانزيم هاضم، يعني حتى في القناة الهضمية هو هاضم. They are originally introduced for use about once a week with hydrogen lenses. يعني هم كانوا يحطوهم على hydrogen lenses once weekly، يعني في الاسبوع، يعني في الشهر 4 مرات. But if necessary can also be used with rigid contact lenses. يعني هو أورجانيك كان في الهيدروجين contact lenses، لكن ممكن يستخدم لا اللي هو إيش الرجيد contact lenses. في العادي استعمال الكونتاكت لينز بيعمل فيلم أو بروتين على سطح الكونتاكت لينز، وهذا البروتين هو جاء أساسا من التير فيلم، جاء أساسا من تير فيلم اللي هو بيشكل زي سيركوليشن، يعني في يعني تجديد او ريفريشنج للايش اللي هو التير فيلم، وبالتالي في بروتين في الكونتاكت لينز فترسب على سطح العدسه اللاصقه تماما. لو حطينا صخره في مجرى مائي بعد شويه بتصير خضراء وبصير عليها طحالب وزي هيك يعني. طيب طبعا ممكن انه يكون في فات ديبوزيتس، بروتين ديبوزيتس او اذر داست. اصعب شيء في الازاله ايش اللي هو البروتين. شيء صعب انه احنا نزيله اللي هو البروتين في اربيومين في جلوبولين. طيب هنبدا في البابين. بابين هو انزيم. بابين وان اوف ذا انزيماتيك او انزيمز يوزد ان بروتين ريموفينج تابلتس از اي ثيرموستابل. يعني لو تعرض الحرارة بتكسرش، يعني مستقر في الحرارة. ثيرموستابل اندوبيتايديز يعني يزيل البروتينات. فاوند ان ذا باباو فروت. الان في غزة سامع انا في نبات اسمه باباي. باباي العالي هذا اللي باباي هذا اخذوا منه نعم فاكهة باباي هذا باوبا هذا الباوبا وهذا اللي هو ايش باباي. بروليز is compromised of a bacterial protease lipase and pancreatin is composed of a protease lipase and amylase. يعني في عدة هذا مش انزيم واحد، عدة انزيمات. في protease للبروتينات، في lipase للدهون، في amylase للكربوهيدرات. هذا النبات. سابتيليزم is derived from bacterial bacillus lichenoforms. لا هذا السبتيليزم انزيم بس لا يؤخذ من الباباي، يؤخذ من ايش؟ بكتيريا اسمها bacillus lichenoforms. The comparison of the efficiency of papain and subtilism يعني قارنوا بين اثنين وجدوا انه طبعا البابين اقوى في ازاله البروتينات الهيفي بروتين ديبوزيتس، بينما السبتيليزم في اللايت بروتين ديبوزيتس. يبقى لو العدسه اللاصقه عليها طبقه بروتينيه سميكه هو البابين، بينما لو يعني طبقه يعني رفيعه وخفيفه بنحط لها ايش اللي هو سبتيليزم. البابين however when chemical disinfection and enzymatic cleaning
was compound with oxidative disinfection alone, the lenses treated by the former method were significantly cleaner than those treated by later. يعني قارنوا بين عدسة لاصقة بنحط لها هيدروجين بيروكسيد ماء الأكسجين باستمرار وبين عدسة بنحط لها البابين انزيم من أنظف لقوا اللي بنحط لها البابين مع ملاحظة إن البابين once weekly بدل من الهيدروجين الأكسجين الهيدروجين بيروكسيد ديلي كل يوم فمش معقول يحطوا كل يوم انزيم مكلف فهم الان وجدوا افضل طريقه الجمع بين الحسنيين كيف الجمع بين الحسنيين انه كل يوم يحطوا هيدروجين بيروكسيد محلول هيدروجين بيروكسيد في الكيس وفي اخر الاسبوع يوم الجمعه مثلا يحطوا ايش بابين هيك بقول لك انه هيك افضل اشي يبقى بقول لينزس treated with either type of cleaner were contaminated more than those treated with both. بس كان احنا جمعنا بين اللي هو البابين كإنزيم والهيدروجين بيروكسيد كديسانفكتنت هذا كل يوم وهذاك مرة في الأسبوع وجدوا انه النظافة والطهارة والتطهير افضل باثنين من واحد. واضح يا بناتي؟ الآن وقبل فترة عدة سنوات طلعوا محلول اسمه كومفورت دروبس وكلمة كومفورت تشي بالراحة كومفورت يعني راحة كومفورتابل مريح These drops which are also referred to as re-wetting condition أو conditioning or cushioning drops يعني نوع من الترطيب ونوع من الراحة cushioning زي الوسادة يعني يعني تخلي العدسة فيها نوع من نفشة شوية وطرية يعني can be installed into the eyes of contact lens wearers at any time during wear to enhance comfort يعني هذا ما نشوف بالواحد لابس contact lens بحطها كل شوي تعمل comfort عشان هيك سميت comfort the eye can tolerate adverse atmospheric conditions And while it can also tolerate the wearing of contact lenses, it sometimes has difficulty in coping with both. Yeah. بقول اللي بدك تعرف انه عوامل الطبيعة احنا ما تعرضناهم من الضوء ومن الغبار ومن الاجهاد هذا عامل اجهادي العين. طيب وضع الكونتاكت لينز عامل اجهادي اخر. يعني الكونتاكت لينز في العين مش شغله ناتشورال لا هي ابنورمال شك يعني هي عباره عن فورين بودي في العين مهما زيناها ومهما خليناها سموث بيفضل انه في اجهاد على العين في الكونتاكت لينز فبقول لي ان كانت العوامل الجويه صعبه والعدسه مثلا هارد ريجيد فممكن العين ما تتحمل الايش الجهدين مع بعض يعني جهد واحد لحاله يكفي فكيف يكون جو مغبر وقراءه كثيره وفي ضوء كثير وساطع وشيء يعني ممكن العين ما تتحمل فبقول فاكتورز ذات ريديوس كونتاكت لينز توليرنس ما هي العوامل التي تؤثر على عدم تحمل العدسه اللاصقه في عوامل اول عامل منها ان بارتيكولر يعني على خصوص الدراي smoky environment يكون جو جاف وفي غبار سواء من التدخين او ابخرة او حاجة هذا جو غير مناسب للابس العدسة اللاصقة can produce changes in the lens tear system تعمل اضطراب في العلاقة ما بين الكونتاكت لينز وبين التير فيلم which turns an acceptable situation into an intolerance يقل تحمل العين للعدسة اللاصقة تلاقي الواحد بكراهة بصير حس فيها انها مضيقة في جو جاف مغبر دستي كذا تاني certain drugs such as antihistamines which have an anti-muscarinic effect can reduce contact lens tolerance
الانتيستامينز بناخدها ايام الحساسيه والرشح، فاكرين كبسولات الديكونجكس مثلا، حبوب الهسمنال، هيستانيل، في حاجات زي هذه بناخدها للاحتقانات. حتى في ناس بناخد بروزولين وكلام في انفه، هذه كلها انتيستامين. فبقول لو احنا بناخد قطره انتيستامين او اقراص انتيستامين ممكن تاثر على تحمل العدسه اللاصقه، لانها بتجفف الافراز، كمان بتجفف افراز الغدد في الميوكاس ممبرين او ذا نوز، بتجفف افراز اللي هو السيلز والجلانس اللي في العين، خاصه الولفرينج والكراوس اكسسوري لاكريمال جلانس والفرينج اند كراوس. يعني الواحد بياخد الحقنه بتاعت الرشح او شيء او الحسيه او الشراب او الاقراص او حتى في العين قطره، لا يعني بيلبس كونتاكت لينز، مش لازم يحط قطره حساسيه. قطرات الحساسيه بتاعت العين عارفينها، الواحد فينا تلاقيه في الربيع الان بيشك شويه وعينه حمراء وشغله وحاس فيها رمل بشي، فيروح يقول الدكتور يقول له معي حساسيه يعني او هيك، يقول معك حساسيه خذ مثلا قطره زي مثلا كوليهيست انتستين برايفين مثلا، او يقول له مثلا خذ لك رايزين، كثير اسامي يعني. وهو بيلبس كونتاكت لينز، ما قالش الدكتور انه بيلبس كونتاكت لينز، تلاقي حاسس انه كثير فيلم بصير ديستيرب ورقيق وإشي. العدسه اللاصقه مش هي البيئه بتاعتها، العدسه اللاصقه بدها ترطيب، فلما يكون في قدر كومفورت كل شويه كل ساعه كل ساعتين خسر الطلبه بيكون بخفف. طيب 3 وهذا بهمكم، هرمون تشينجز ان وومن، التغيرات الهرمونيه في النساء، كان اولسو موديفاي ذا كوانتيتي اور كواليتي اوف تيرز. تعرفين في عند النساء استروجين اند بروجسترون، وهذول يعني الهرمونين الانثويين اللي هم بتعاقبوا. لذلك يعني حتى لو واحد بده طالبه او ست يعني تعمل ليزك مثلا في فتره الرضاعه او الحمل ما تخليهاش تعمل. نعم يكون عندها ضرر، تغير. ايوه اقول لك حتى في الالاستيسيتي اوف ذا كورنيا، صوري في الالاستيسيتي اوف ذا كورنيا بيكون في تغيير. لذلك يعني لو بدنا نعمل احنا اي بروسيجر في الكورنيا بدنا نعمله في اوقات ما فيش فيها هرمونال تشينجز ان فيميلز. فالان نرجع تاني بالنسبه لللينز ويرنج فيميلز، هتلاقي في احوال تغير هرموني انه لا تطيق العدسه اللاصقه كثير، لانه بيعمل نوع من الدراينس او اضطراب حتى في افراز الاكيوستيرز وحتى اللي هو ليموسين. طيب يبقى الكمفورت احنا ما قلناش انزيميه وغير انزيميه، يعني هي ويتنج ايجنت، كل ساعه ساعتين لابس العدسه اللاصقه بيحط نقطه هنا ونقطه هنا بغرض انه يجعل العدسه اللاصقه سموث وكونديشننج ويطرد اي دست عنها، يعني عامل مساعد، ما قلناش انه عامل منظف زي هيدروجين بيروكسيد مثلا، ما قلناش. طب الالترناتيف ميثودز اوف هيدروجيل كونتاكت لينز ديس انفكشن، الحقيقه انا بتكلم على استخدام الاشعاع خاصه الالترا فايلوت والالترا ساوند في يعني تعقيم العدسه اللاصقه. طبعا واضح انه استخدام الالترا فايلوت او الالترا ساوند هذا بتاع اللي هو شركات ومصانع، مش يعني يوزر زينا، مش يوزر، وبالتالي يعني احنا بنقدر نقول انه هذا للعدسات اللاصقه الفريش الحديثه او الجديده، العدسات اللاصقه الجديده ما بحطوا لها هيدروجين بيروكسيد ولا بحطوا لها انزيمز، لا بالجمله المصانع بالمئة الف وبالمئتين الف عدسه بدخلوهم على الالترا فايلوت. طبعا الالترا فايلوت يستحيل تحتها ايش ميكروب او بكتيريا او فنجس حتى او فيروس، فهذا سهل. لذلك الان هم صاروا ركزوا على ايش، انه بقول لك انا
بعمل عدسات جديده رخيصه شورت ديوريشن. ايه شورت ديوريشن؟ فتره قصيره. يا فتره قصيره البسها اسبوع اسبوعين وبدل ما يصير عليها بروتين وما بروتين ويحط عليها فتين ولا لا لا ارميها وجيب غيرها. ليش تكون مثلا مثلا ب $100 لا تكون ب $10 في التفكير الاقتصادي بتاعه. بقول لك انا بنتج بال $10 وببيع اكثر بدل ما احط عنده $100 تفضل سنتين ثلاثه. يبقى الكتريكال سيستمز امبلوينج الترا فايولت لايت اند اور الترا ساوند هاف بين شون تو بي اونلي partially effective when subjected to microbiological challenge. لما يكون في بكتيريا بدنا نقتل البكتيريا تشوف الافكت. فمثلا في سنه 89 صار بحث وجدوا انه 273.7 نانومتر الترا فايولت لايت with an intensity of 1100 watt per كوبيك سنتيمتر achieved satisfactory disinfection with short exposure times. يعني دقائق معدودة يبقى كل الميكروبات ماتت في هذا الطول الموجي بتاع الالترا فايولت. فمثلا شافوا الاكانثوموبا اللي هو قدام العدوى القرنية بوليفاجا was sterilized in less than 3 minutes في اقل من 3 دقائق. في ال 93 هاريس عامل بحث برضو concluded that ultraviolet radiation of this wavelength is an effective and rapid method of disinfecting contact lenses. بس قلت هذا مش في البيت عندنا، هذا شو ايش؟ شركات ومصانع. طيب هايجين كير او هايجينيك كير اوف ترايل لينزز. طبعا ترايل لينزز اللي هي بنستخدمها احنا لايش؟ للتجريب، للتجريب خاصة في الهارت، في الهارت الريجد. يعني بدنا نشوف راحة المريض من ناحية الفيتنس ومن ناحية اللي هو الاوبتيكال باور ومن ناحية الشيب ومن ناحية الراحة، عدة حاجات. فاحنا بدنا نشوف يعني هل العدسة هذه ممكن انا اشيلها من انسان واجربها لانسان ثاني ولانسان ثالث ولا بدها كير؟ طبعا بدها كير. In the UK 96 of new contact lens patients are fitted with soft lenses. يعني مريحين في بريطانيا 96% منهم في السوفت، والسوفت هذه غالبا disposable يعني مريح. The ready availability of disposable soft lenses allows the practitioner to undertake fitting and wearing trials with freshly opened sterile lenses. يعني هذا بدها شغله انا بجرب فيها وبرميها وبجيب واحده جديده يلبسها اسبوع 10 ايام ويرميها. فهذه بدهاش كير. الحاجه اللي بتسبوتابل ما بدها كير، بس انا عملت فيها ترايل بس. اي منهم اللي بيجي بريح العيان. After assessment of the fit or a period of wear the lenses are discarded. ايش discarded؟ تتخلص منها. In the case of rigid lenses في حالات الريجيد لينزز غالية رجل لازم نقدرش نقول disposable صح؟ it is usually considered to be necessary to evaluate the fit of several lenses from a non-disposable fitting set to decide the specification to be ordered. يعني أنا صحيح بحط أول عدسة بشوف فيها كويس، الثانية أحسن، الثالثة أحسن. مثلا جرب ثلاث عدسات، هذول الثلاث عدسات صاروا contaminated. بدهم كير. هل بدهم كير؟ بل ما مش للديسبوزابل، لا بدي احافظ عليهم فبدي اعملهم كير. The use of trial lenses assumes particular importance when complex designs such as bifocals are to be supplied. واكثر اهميه لما تكون الكونتاكت هذه bifocal او trifocal. في يعني كونتاكت multifocal. multifocal. مش معقول انه هذه يعني مكلفة اني القيها، فبدها ايش؟ كير، بدها بابين، وبدها نحطها في ايش؟ هيدروجين بيروكسيد. هيك عم نكون كملنا موضوع solutions of contact lenses، والان حنبدا في therapeutic drugs and their uses. الادوية اللي تستخدم في علاج العين، في علاج العين. بقول لي باختصار كلمة anti-infective يعني مضاد
للانفكشن العدوى. Covers a wide group of agents that are effective against a variety of infections. يعني طيف واسع من الكائنات اللي بتعمل انفكشن. مثلا viruses, ريكيتسيا, بكتيريا, فانجاي, and بروتوزوا. ريكيتسيا هي كائنات ما بين الفيروسات وما بين البكتيريا. زي اللي بتعمل السيفيلس. ريكيتسيا. يبقى هو بيقول لي يعني انا مطلوب مني اني اكافح العدوى في العين في هذا الطيف. يعني اودت انت انفكتيف للفيروسات وللبكتيريا ولا البروتوزوا اكانثوموبا ولا الفانجاي وحتى للريكيتسيا لو خشيت العين. لو انا ما عنديش هذه المنظومه من المضادات بتاعت الانفكشن عيون البشر ايش بصير فيها؟ مصيبه. The mechanism of action of these agents varies greatly. كيف تعمل؟ احنا تحدثنا او بتحدث كيف تعمل المضادات الحيويه على البكتيريا مثلا. فمنها من يمزق السيل وول ومنها من يتحد بالريبوزومز بناها من تكوين ليش؟ طاقة. ريبوزومز ليش؟ بتخليها لو ليفل في الانرجي. طيب ومنها من يهاجم النيوكليوس دي ان اي بيخلي دي ان اي ابنورمال. ومنها من يمزق السيتوبلازم في الممبرين وبيطلع الانزيمات برا وهكذا. طيب the mechanism of action of these agents varies greatly and to some extent will depend on the organism on which the particular agent acts. كمان بيعتمد على نوع الميكروب هل يستجيب ولا لا يستجيب. In the majority of cases however some competitive inhibition of a biochemical process is involved as a result of the concentration level. يبقى احيانا في دواء يستخدم بليفل قليل لكن بيكون افكتيف وفي العكس دواء يستخدم بكونسنتريشن عالي وبكون تاثيره ضعيف حسب المايك والميبك اللي اخذناه قبل مينيمال انهيبتوري كونسنتريشن ومينيمال باكتريسايدال اللي هو وعشان هيك الدوز تعتمد على الكونسنتريشن كل ما زاد الكونسنتريشن بقل الدوز والعكس صحيح. طيب drugs for the treatment of infections قلنا في شيء اسمه ميبك مايك مينيمال او مينيمم انهيبتوري كونسنتريشن are often published for the common anti-infective drugs. بيقول لي these values يعني كل drug له مايك. These values will vary according to the infecting organism. يعني staphylococcus aureus مثلا تختلف عن staphylococcus epidermidis. يعني هذا ميكروب متعايش فلورا وهذا ميكروب شرس. فانا بدي مايك يغطي البكتيريا الشرسة حتى يعني لا تفعل مضاعفة. بقول لي the mic for a strain of methicillin resistant staphylococcus aureus is considerably higher than that for normal staphylococcus aureus. يعني بقول حتى staphylococcus aureus في منها يحطم انواع البنسلين ويحلله. فبدي انا علاج يكون المايك بتاعه يتناسب مع هذه الشراسة وهذه المقاومة باختلاف اللي هو الاستفكوكس العادية اللي ما بتعمل تكسر لايش او تكسير لايش الانتيبيوتكس. When it comes to treating ophthalmic infections يعني عدوى وين يا ايات عدوى في العين ophthalmic infections there are many more factors to take into consideration. يبقى انا في الاول بتكلم على التهابات الرئتين التهابات الحلق التهابات الامعاء التهابات المجال البولية لكن قلنا احنا العين تختلف العين اقليم شبه مستقل زي ما قلنا كونفدرالي مش فدرالي بقى العين دخولها وخروجها مش سهل في باريرز. فلما اتكلم انا عن العين بدي انا اوجد اشياء تؤثر في العلاج او العلاج يؤثر فيها
في العين يختلف عن باقي الجسم. فمثلا one the locus أو site of infection will determine not only the route of the administration but also the prognosis. Infections of the anterior eye يعني anterior eye segment قصدهم يعني حاجات في القرنية في الاي سي وحتى في الايريس تختلف عن اشياء في الريتنا باك فذر باك. صحيح يعني صحيح انا ما هل بتعالج شيء في الكورنيا بيختلف عن زي بتعالج شيء في الريتنا او الفيتريس بيختلف. الريتنا والفيتريس بدهم انجكشن ريترو باربر ما بيجيبهمش القطره والبرهم من هنا. فهي مثلا كونسنتريشن مش موجود في الجسم هنا بتسمع ناخذ هالاقراص اول حقنه والدم بشيل ودي بوزع لكن الدم ما بقدرش يوزع على العين زي موزع مثلا على اللي هو الرئتين وعلى اللي هو القلب وعلى الحاجات هاي. ثاني the level of inflammation. ايش level of inflammation؟ يعني والله واحد معاه severe acute erythrocyclitis يعني المرحله اللي وصل فيها الالتهاب ممكن اعطيه كورتيزون كل ساعه او واحد طالع من intraocular operation طالع من intraocular operation كل ساعه وساعتين بدي اعطيه قطرات قويه. لكن واحد معاه شويه انفكشن في الملتحمه مجديات يعني كل ست ساعات قطره افلوس كل ست ساعات. فالاهتمام حسب الليبل انفلاميشن هل الانفلاميشن شديد ولا مش شديد. العامل الثالث في العين تيري فلو والسيميرلي افكت ذا ابسوربشن اوف انتي انفكتيف ايجنتس. يعني شباب عندهم التيري فلو نورمال وقوي ماشي على طول نهر اللي بيروح هنا بيجي غيره اللي بيروح هنا بيجي غيره. هنا يعني في تفاعل وفي ذوبان للايش الادويه وفي استقبال لها وابزوربشن. لكن واحد مع دراي اي يعني وضع صعب. واحد مع دراي اي واحد وضع صعب. طيب هتكلم على البكتيريا لانه يعني more than 90% of eye infections is ايش بكتيريا. فبتكلم دائما على البكتيريا لكن مش مع ذلك الفيروسات الا عندنا خاصه الهربس سيمبلكس كيراتايتس برضه بنهتم فيه. فالبكتيريا بقول as with most ophthalmic drugs the antibacterials used on the eye were originally developed for systemic use. يعني احنا ما استوردناش العين من القمر مضادات حيويه لا بقول المضادات الحيويه اللي بنعطيها سيستميك يعني العلاج الجهاز التنفسي او الجهاز الهضمي او الجهاز البولي التناسلي هي نفس المضادات الحيويه اللي بنعطيها العين بس بصوره دروبس وجل نشتق منها يعني اشتقاق. هو in the main it is the ones that have no or very restricted systemic use that are most popular for treatment of the eye. بس في حاجه يعني هي حكمه يعني خلينا نقول حكمه نقول يعني انه في بعض الادويه قلما تستخدم سيستميك زي مثلا كلورامفينيكول قلما يستخدم سيستميك لانه بيعمل مشاكل على الدم على نخاع العظام على المناعة فبيخافوا منه انه يعطوه الا في حالات نادرة. بقول لي هذا للعين جوهري وذهبي. ليش؟ لانه الادوية العادية المضادات الحيوية العادية اللي بنباعها كل يوم البكتيريا ايش بتعملها؟ ريزيستنس. يعني سرها انكشف سرها انكشف للبكتيريا. فكل احنا ما قلنا في اوفر يوز اوف انتيبيوتيك خدناها كل ما انتشر استخدام الانتيبيوتيك بكثره كلما الريزيستنس زاد لانه الشفره او التركيب الكيميائي يعني اقصد بتاع المضاد الحيوي ينكشف للبكتيريا. ايوه لكن
انتيبيوتيك ولا في السنة بيستخدم مرة أو مرتين أو ثلاثة في مجتمع ما. هذا للعين ذهبي، لأنه هو مش هيروح على الدم ويعمل المشاكل بتاعت النقطة الواحدة بتعملش بدمج نخاع العظام والمناعة. شايفين كيف؟ زي ما قال الشاعر إيش قال؟ بذلك قضت الأيام وما بين أهلها مصائب قوم عند قوم توائب. أنتم مش حافظين تفعلوا الشاعر صح؟ ما بين أهلها فوائد قوم مصائب قوم عند قوم فوائد. زي واحد بيقول لك يعني راكب على الجمل الجمل إلا هو قال بده يموت، شاف ناس قال يلحقوني بسكينة، لحقوه بالسكينة ذبحوه قالهم والله غير نفرقوا عليه. ثم هم قاعدين هم مش عارفين إن حجوم جمل ويذبحوه، فهو زي ما مصيبة راح جمله وركوبة بتاعته لكن هم استفادوا أكلوا لحم 3-4 أيام أو 5 أيام. طيب يبقى الأقل الأنتيبيوتكس الأقل تداولا للسيستميك يوز هي الأفضل للعين. كويس؟ Although some antibacterials are marketed as simple ophthalmic preparations containing just one active ingredient, many preparations contain either a combination of two or more antibacterials or a steroid and antibacterials. يعني الآن تفننوا حتى بدأنا نحطوا يعني نقطة مضاد حيوي يحطوا اثنين لا وفي antibiotics في antibiotics اثنين أو ثلاثة. يعني مثلا قطعة الماكسيترول اللي في السوق مليانة في السوق اسمها ماكسيترول فيها two antibiotics and dexamethasone لا في قطرات فيها 3 انتيبيوتكس. يعني مو لك انت حاطط هالنقطة حط فيها يعني اكثر من انتيبيوتك خاصة في الحالات الخطيرة خاصة في الحالات الخطيرة. وهذا يعني ايش زيادة في الفايدة للمريض. قسموا المجموعات اللي تستخدم في علاج العين كانتيبيوتكس بيتا لاكتامز مجموعة البنسلين هذه الاصلية فاكرين البنسلين اللي قبل 100 سنة تقريبا اسمها بيتا لاكتامز وهناك تتراسايكلينز الترامايسينات وهنا ماكرولايتس المجموعات اللي هي إرثروميسين والجينيريشنز بتاعته إرثروميسين كلورامفينيكولز مجموعة فلوروكوانيلونز مجموعة الأوفلوكس والزايمر والحياة هذه حديثة طبعا هذه أحدث شيء أمينوغلايكوسايدز مجموعة جينتاميسين والأبجين والحياة هذه بعدين سالفا مجموعة السالفا الآن أوبسيليت مستخدماتش يعني كان زمان مهمة أقول لك قطرة سالفا قطرة سالفا بطلنا عشان تعمل حسية وميسيلينيواس اللي هي متفرقة. لو تكلمنا على البيتا لاكتام باختصار بيتا لاكتامز هذه البنسلينات مجموعة البنسلين الأصلي البيتا لاكتامز في رينج هنا هيها هيها اللي عليها السهم عشان هيك الرينج هذه بيتا رينج لاكتام رينج فسموها بناء على كل درج في تكوينه الكيميائي بياخد او بيحتوي على بيتا لاكتام سموه في المجموعه هذه وهي البنسلين ومشتقاته. طبعا بروكاين بنسلين الاصلي اللي حتى الان انجكتابل اشتقوا منه عدة مشتقات حتى اني كان اقول يعني بالعشرات بنسلين كذا بنسلين كذا مضاد لكذا بنسلين يعني طور في التركيب الكيميائي تاع البنسلين اضافوا له ذرات وجزيئات فاصبح في منه اشياء كثيره. فمثلا ما منكم الا مثلا مر مع الاموكسيكين مثلا أموكسيكين هنا في السوق يعني هو أي يعني كرنتلي باع يسمونه بعشرة شكل العلبة أموكسيكين هذا إحدى المشتقات تال البنسلين بعدين طوروا منه فلوكساسيلين أمبيسيلين أموكسيسيلين هنا أموكسيكين أمبيسيلين بيباريسيلين طوروا منه كده. لكن أنا بهمني في الآخر ايش استخدامه في العين؟ يعني هذا سيستميك كويس لكن ايش استخدامه في العين؟ في
فالعين بيقول لي penicillins pass across the ocular barriers very poorly. للأسف. إيش البارييرز؟ كوريا. وسكليرا. واللمس. الفيتريوس واللمس. وإيش كمان البارييرز؟ بلاد إيش؟ ديتين البارير. وبلاد إيش؟ برين. لا مش برين، إحنا في البرين. هي الكورويد. الكورويد في الأيريس وشي. كل هذه باريرز. طيب. طب بقول لي يمر عبر هذه الباريرز very poorly and products containing them are rarely used in the treatment of ocular infections. يعني أنا الحمد لله إلي في الفيل بالقليل 20 سنة لم نستخدم قطرة بنسلين أو مشتقاته ولا مرهم بنسلين أو مشتقاته عشان هذا السبب. يبقى بنسلين بضلوا systemic use، لكن local use في العين في عنده مشكلة مش مفيد كتير. راحوا طوروا بعد هيك التترا سايكلينز. التترا سايكلينز هذه فاميلي كبيرة، في منها العديد من الأعضاء، فمثلا برود سبيكترم وسط طيف كلورو كلور تترا سايكلينز وديمي ديميثايل كلورو تترا سايكلين وأوكزي تترا سايكلين وتترا سايكلين بحر ودوكزي سايكلين وانجينان. مش انت خدتي دوكزا سيلين؟ دوكزا سيلين هو هذا مجموعات الترومسين، بس طوروا على المجموعة الأساسية اللي تترا سايكلين حطوا له دوكزا سيلين صار بتاخد وانس دي which has a broader spectrum and more specific اللي هو indications. طيب tetracyclines are effective against gram positive and gram negative bacteria. هي بيشتغل على gram positive وgram negative، وهذا احنا بنقوله broad spectrum. لما مضاد حيوي بيشتغل بس على gram positive او بس على gram negative بنقول عنه narrow spectrum antibiotic. narrow spectrum. لكن لما بيكون بيشتغل على gram positive and gram negative بيكون بيشتغل على مئات الأنواع من البكتيريا، بقول عنه إيش؟ وايد سبيكترم. طيب بقول لي التتراسايكلين مش بس بيشتغل على البكتيريا، بل بيشتغل على سبايروكيز وعلى الكلاميديا اللي بتعمل تراكوما وعلى أورجانيزمز، يعني كمان وسع طيفه عن أكثر من البكتيريا أشياء أخرى. ريزيستنس بقولوا البكتيريا الجرام نيجاتيف اللي اسمها سودوموناس، سودوموناس خطيرة جدا، هي بتعمل كورونال ألسر خطيرة، للأسف إنه ريزيستنت إله بيقدرش عليها. والبروتياس برضو بتعمل كورونال ألسر برضو ما بيقدرش عليها. لكن باقي البكتيريا العادية بتاعت الكونجكتيفايتس وشي إيه كويس. سايد إفكتس سيستميك بيعمل استومك أبسيت، تعب متعب وين في المعدة، هذا سيستميك. لو خدناه كبسولات نوزيا بوموتينج اندياريا، هذا لو خدناه كبسولات. وكمان لو خدناه كبسولات ممكن يعمل على أسنان الأطفال تلون برتقالي أو أصفر، يترسب في عظام الأطفال وعظام الحوامل. They permanently color teeth yellow and show bone growth slow bone growth، يبطئ من نمو العظام في الأطفال due to their ability to chelate calcium and magnesium، يتحد بالكالسيوم والمغنيسيوم ويمنعهم من انه يعمل deposition في البون، في بناء البون. عشان هيك contraindicated في الأطفال وفي الحوامل عشان يخش في عظام الايش الجنين. Adverse effects from topical application. نيجي للعين الآن، نشوف العين. بقول لو حطيناها في العين الرين ما فيش حاجات في العين يعني نعيبها عليه due to the low dose of drug. يعني احنا لو حطينا بقول لك 1% تتراسايكلين قطرة ولا حتعمل قد كبسولة
في خلال 4 ايش اشهر. يعني حطينا قطرة تتراسايكلين في العين مدة 4 شهور، الجرعة تساوي كبسولة. هذا فيما يتعلق بالسيستميك، فيعني فيش منه خوف. لكن حقيقة إنه البنتريشن across the intact cornea is poor and these compounds are best used for surface infections as ointment. يعني في مرهم التراميسين والجوردسايكلين والأوكسيسين، كل هذه بس conjunctival infection and blepharitis والليد infection والكلام هذا، لكن مش لعلاج الانتراوكولار انفكشن ولا حتى الكيراتيتس. كويس، انه موجود جوردسايكلين تيراميسين، مش هو تيراميسين معهم تيراميسين تافايزر، شوفوش تافايزر مليان السوق، من ياخد احتكوا في الادويه شويه افطارك يوزز او تتراسايكلين. نستخدم في هذه التراكوما، حقيقه في التراكوما ابد تايم كل يوم عيان تراكوما يحطوا في عينه افضل انتي بايوتيك، اشترى تراكوما كويس لانه كرونيك ديزيز. في صوت مرهم فور اوفثالميا نيونا تورم، حديث الولادة الذين نزلوا بالتهابات في الملتحم، اوفثالميا نيونا تورم بروفيلاكتيك دراج اوف تشويس. يبقى احنا اول ما الطفل يولد في الساعة الاولى تيجي النيرس تغسل عينيه بصلاي تشوفهم، تحط له مرهم تراميسين في الصباح وفي المساء، هذا بروفايلاكسيس. لو ولد لهم عندها تلوث في مجاري الولادة كتير كتير، هذا بيمنع انه تطور الانفكشن، تطور الانفكشن. في 83 روش اند نيو تور اوسو ريكومند انتراماسكولار بنسلين اند تتراسايكلين 1% از ا بروفايلاكتيك ايجنت. يعني قال اعطي الام حقنه في العضل فيها بنسلين وتتراسايكلين عشان لو ولد المولود بالتهاب انه ما يثرش فيه. If the infecting organism is chlamydia, the trachoma, then tetracycline treatment, يعني مرهم, is to be preferred over other antibiotics for long term. لسنوات كل اللي قبل النوم يعمل على عيني tetracycline ointment. حقيقة وجدوا لأنه وجدوا إنه اللاكريمال جلانس بتاخده وبتفرزه وين في الدموع، فتلاقي الدموع نفسها بتاعتنا فيها تتراسايكلين. هذا يعني افضل شيء، احسن من اي انتيبيوتيك اخر. حقيقه في عندي الكلورامفينيكول، كلورامفينيكول المره القادمه ان شاء الله اذا قدر الله بحوله نتكلم في كلورامفينيكول. شكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.